اليوم شباب اتحاد طلبة بغدادي واصلون دعمهم المتواصل للدراسات العليا ومتصميم دراسات العليا الموجودين امام وزارة التعليم العالي من دعم اللوجستي من اكل وشرب. واحنا نأكد انه احنا راح نبقى سند وظهر لكل شخص يطالب بحقه من كل فئات الطلبة. اليوم شباب اتحاد طلبة بغداد يواصلون دعمهم المعتصمين الشهادات العليا من اكل وشرب. وراح نكون احنا دائما دعم وظهر وسند لكل شخص طالب حقه من كل فئات الطلبة. تقرير الحق الراد اهلا.